لكن دعونا نتساءل، لو غاب حزب العمال الكردستاني عن العراق، نعم، وهذا الأمر غير مبرر وجوده ضمن أراضي دولة عراقية، هل ستنتهي أزمة تركيا؟ وهل ستنتهي تركيا بهذا المنطق تحاول أن تصدر أزمتها خارجه؟ بمعنى آخر، حزب العمال عمليا موجود في تركيا وهو حزب تركي، وتسلل إلى الأراضي العراقية عام 2013 بنتيجة تسوية واتفاق مع الحكومة التركية بين زعيم هذا الحزب والرئيس التركي الحالي بغرض تحقيق السلام. إذن هو موجود باتفاق غير معلن، بقبول غير معلن من الجانب العراقي ومعلن من الجانب التركي. تمام. إذن ولكن إذا حزب العمال الآن، حزب العمال الكردستاني، لو افترضنا أنه بغياب حزب العمال الكردستاني عن الأراضي العراقية، هل الاعتداء التركية ستقف عند هذه الحدود؟ أشك في ذلك. تركيا ترنو إلى ما هو أبعد من وجود حزب العمال الكردستاني، ذلك أن الأطماع التركية لا تقف عند حدود وجود حزب العمال من عدمه في العراق. هذا من جانب أول. جانب آخر، هناك قضية الاتفاق مع النظام السابق حول مسألة دخول القوات التركية إلى دخول داخل العراقي، لكن هذا الاتفاق ينص على أن الدخول يتم باتفاق بين الطرفين، لا أن تقيم الدولة التركية قواعد ومراكز استخبار وتقوم بحرق القرى وتهجير السكان. الآن تركيا تمارس احتلالاً لأراضي عراقية وعلى مدى 200 كيلومتر وبعمق يصل في بعض المناطق إلى 50 كيلو. الجانب الآخر، لو عدنا إلى مفهوم الأمن القومي وفق ما نظر له حقوقيو مجلس الأمن والأمم المتحدة. نعم. نحن نعلم بموجب وثائق واضحة وأدلة دامغة أن معظم الجهاديين دخلوا إلى سوريا عبر تركيا، وأن حسب تقرير لجنة سقوط الموصل، لجنة البرلمانية لسقوط الموصل، أن كثير من الدواعش جاءوا من تركيا وأن القنصل التركي في الموصل كان يتعاطى معهم. هل هذا يبرر لو كان الحال مختلفا أن تقوم الحكومة العراقية بملاحقة هؤلاء داخل الأراضي التركية، أو الحكومة السورية وتقيم قواعد داخل الحكومة السورية معنية بأمنها داخل حدودها وفق التعريف الأممي؟ كذلك الأمر وفق التعريف الأممي، الحكومة العراقية والتركية وغيرها معنية بحماية أمنها انطلاقا. تركيا بعبارة واحدة تصدر أزمتها الداخلية خارجا، وهذا ما يتعلق بأزمة النظام. نعم. ولنا فيه حدث فيما بعد.